أهلا بيكم في قراءة أخطر كارت. حط موضوع معين في دماغك أو حط نيتك على شيء، حاجة معينة في دماغك يعني، وأنت عايز تعرف هل الحاجة دي هتحصل ولا لأ، هل الأمنية دي هتتحقق ولا لأ، أيا كان إيه هو الموضوع يعني، وهنشوف هل الشيء ده هيحصل ولا لأ. وهناخد لك برضو نصيحة من الملايكة، إحنا هيكون معانا أرقام من 1 لـ10، فممكن تختار رقم لموضوع في بالك او اكتر من رقم لاكتر من موضوع عادي جدا، لكن ما ينفعش ان انت تختار اكتر من رقم لنفس الموضوع. فانا هحط دلوقتي الارقام وانت فكر في موضوع لحد يعني ما نحط، او ممكن تختار برضو اكتر من رقم لاكتر من موضوع. فخلينا نشوف. تمام، خلينا نبتدي برقم 1 بنسبة كبيرة. يعني رقم 1 ممكن تكون حطيت نيتك على سفر أو حاجة، و يعني متردد هل تسافر ولا لأ، أو هل مثلا التأشيرة هتجيلك ولا لأ، الموافقة على الهجرة. فإن شاء الله يعني ده هيحصل قريب قوي. وكمان ده برج الحمل وأبراج نارية. طبعا مش شرط انت تكون برجك حمل، ولكن يعني ممكن يكون اي جزء في خريطتك. وهنا بيقولك ان الموقف هيتحسن، فان شاء الله الحاجة اللي انت مستنيها من زمان دي هتحصل وقريب قوي، ويعني الامور هتكون احسن وهتكون خطوات للامام، مش هتكون عالقة او هتفضل منتظر كتير يعني. فان شاء الله كل حاجة هتبقى تمام قريب قوي. رقم 2، لا مش دلوقتي. وعلى فكرة مش خير خالص ان الحاجة دي تحصل دلوقتي، من مصلحتك ان هي تتأجل وتيجي في وقتها المناسب يعني. فما تقاومش، ما تحاولش ان انت تخلي الحاجة دي تيجي عافية وغصب وتعمل كل حاجة، لان لو عملت ايه هي مش هتيجي برضو غير في وقتها المناسب، فما تستعجلش. دي برضو ابراج نارية، حمل واسد وقوس. فمثلا يعني مش شرط ان انت تستنى كتير، ممكن يبقى في المستقبل القريب يعني، لكن مش خلال الشهر ده على الاقل يعني. فمحتاج انك تصبر شوية. طلع لك كارتين ماشي. بيقول لك عيد النظر. عيد النظر. طيب رقم 3، اكيد ان شاء الله. لو انت منتظر بقى ترقية، فلوس، ايا كان انت منتظر ايه يعني، ف باذن الله هيحصل يعني. بيقول لك يمكن انت متشائم شوية او بتقول اللي انا عايزه مش هيكون، ولكن اللي انت عايزه هيكون ان شاء الله. اهم حاجة خليك ايجابي وما تسألش ليه وازاي يعني. مثلا لو انت منتظر يجيلك فلوس وانت ما بتشتغلش، ما تقولش طب الفلوس دي هتجيني ازاي، ما تفكرش بالمنطق، استعمل قانون الجذب، وقانون الجذب لا يعتمد على المنطق بتاتا يعني. يمكن يجي لك ورث، تلاقي فلوس قديمة كنت ناسيها، تيجي لك شغلانة من تحت الأرض يعني، ما تستخدمش المنطق خالص يعني. فإن شاء الله اللي انت عايزه هيكون، وهيكون في عندك كمان وفرة مالية. دي أبراج ترابية، ثور وعذراء وجدي. وبرضو زي ما بقول لكم مش شرط تكون دي أبراجكم، ممكن يكون أي جزء في خريطتك الفلكية. رقم 4، أكيد يس إن شاء الله. أكيد أكيد إن شاء الله يس. ده برج الأسد بالأخص، أبراج نارية، حمل وأسد وقوس. برج الأسد بالأخص بشوف في عندك احتفال، في نصرة، في نجاح، في تهنئة. فإن شاء الله يعني يس، واللي انت عايزه هيكون. بيقولك ما تفقدش الأمل، اللي انت عايزه هيكون بإذن الله. رقم 6، لا مش دلوقتي، هتستنى شوية. ده برج الحوت. رقم 6، هتستنى شوية مش دلوقتي، بس تصلي يعني، حاول ما تبقاش متشائم، وصلي علشان اللي انت عايزه يكون يعني. ادعي ربنا وصلي وخليك متفائل، ما تفقدش الامل.
وابعد عن أي فكرة سلبية. يعني في عندك نجاح إن شاء الله، فآمن بده وما تفقدش الأمل وخليك إيجابي إن شاء الله. يعني هيكون في الوقت المناسب، ما تفقدش الأمل. رقم 6، مش دلوقتي، هتستنى شوية. ده برج العذراء، هتستنى شوية. بيقول لك سنة من دلوقتي، طبعا مش شرط سنة كاملة يعني، ولكن الموضوع اللي انت حطيت نيتك عليه ده محتاج شوية وقت، فمحتاج ان انت تصبر شوية، مش دلوقتي. طيب رقم 7، ده عايز توضيح. خلينا نشوف هو ان شاء الله يعني، بس خليني اوضح اكتر. ده برج الجوزاء، في كذا احتمال هنا. بشوف ان في حاجة معطلة الشيء اللي انت عايزه، ممكن طاقة سحر يعني، هو المفروض ان هي تحصل ولكن معطلة، فممكن يكون عندك طاقة حسد او سحر، خصوصا انك مقيد هنا كمان. فبشوف انه في حاجة موقفة الشيء اللي انت عايزه، حد مثلا، حقود، حد واقف في طريقك، في طاقة سحر، في حاجة موقفاك، فمحتاج ان انت يعني تاخد قرار هتعمل ايه. المفروض ان الشيء ده يتم، لكن في حاجة موقفاك مثلا، او في خلاف مثلا بينك وما بين شخص معطل عليك الشيء اللي المفروض يحصل. فبيقولك حاول تتواصل مع الشخص ده وبكل صراحة وبكل وضوح، وتحل المشكلة معاه علشان الموقف ده يعدي يعني. رقم 8، ان شاء الله ياس، برضو ممكن تكون برضو منتظر اموال، منتظر فلوس. ده برج الميزان وابراج ترابية، ثور وعذراء وجدي. فرقم 8 ان شاء الله اللي انت عايزه هيكون بإذن الله وياس يعني. بيقول لك فكر بإيجابية وخليك إيجابي، واللي انت عايزه هيكون بإذن الله يعني. خليك إيجابي، ولو انت شوية أفكارك تشاؤمية بيقول لك لا، أعيد النظر مرة أخرى وفكر بطريقة مختلفة، وإن شاء الله اللي انت عايزه هيكون وقريب قوي كمان يعني. أهم حاجة خليك إيجابي. طيب رقم 9، أكيد يس بإذن الله، بإذن الله في معجزة تحصل واللي انت عايزه يكون. ممكن كمان لبعضكم تكون حطيت النية على حمل أو ولادة، فإن شاء الله يعني يحصل. ده برج الميزان، ممكن الأسد برضو يعني. فبرضو خليني أخد لكم نصيحة من الملائكة، بس إن شاء الله يعني في عندك حماية من الملائكة، ويعني إن شاء الله هيحصل كل خير بإذن الله يعني. بيقول لك بص للعلامات اللي بتجيلك، في ملايكة حواليك بتحاول ان هي تبعت لك رسائل، ممكن تكون انت مش واخد بالك من الرسائل دي، فحاول تعمل مديتيشن علشان تلتقط هذه الرسائل. اعتقد برضو ممكن تكون انت محتاج تشوف قراءة رسائل الملايكة، الفيديو ده احنا كنا منزلينه الفيديو اللي فات، هتلاقيه موجود قبل القراءة دي على طول. اكيد برضو هيظهر لكم فوق في الحاجات اللي بتظهر فوق، الفيديوهات المقترحة، فممكن تشوف قراءة رسائل الملائكة وتختار منها مجموعة، وممكن تلاقي فيها إجابة عن سؤال بيدور في دماغك يعني. فمحتاج تشوف رسائل الملائكة. رقم 10، لسه شوية. رقم 10، ممكن تكون في رفض أهل هنا. ده برج أبراج نارية، حمل، أسد، وقوس. بشوف ان في رفض اهل او رفض ادارة عليا لو ده عمل، والموضوع واقف، فغالبا هتستنى شوية. يا رقم 10، طر لك كارتين بيقولوا لك خد موقف وسنة من دلوقتي. بس خليني برضو انا اسحب لك كارت بنفسي. بيقول لك في طريقة افضل، فيعني ممكن تاخد موقف ازاي، ممكن تشوف وسيط مثلا يتكلم مع الشخص ده، سواء بقى كان اهل، كان مدير في العمل او كده، تشوف حد وسيط يحل لك الموقف ده ويسرع يعني من حدوثه، فحاول انك تعمل كده.
فأتمنى أن القراءة دي تكون فادتكم بشكل أو بآخر. أتمنى لو عجبتكم القراءة تحطوا لنا لايك، تعملوا شير، تكتبوا لنا تعليق جميل حتى لو بقلب، لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.